الرياضي والمومنتمن، الفريقين اللي حصدوا ألقاب وبطولات آسيوية عربية ومحلية. الفريقين الأقوى وجه بوجه. لا 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 يا مولتر يا هان. جمهورين حاضرين بقوة، مباراة وحدة، منافسة على لقب واحد وكاس فريق واحد رح يحمله. نهائي كاس لبنان على مجمع نهاد نوفل الرياضي الأربع عشر المساء مباشرة على الـ LDCI والـ LDC. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.